Good evening, Junior 4. Today you are going to complete unit number 1, okay? And this time is the time for studying concept number 4, which is its title is Communication and Information Transfer, okay? This concept number 4, is about communication and information transfer. This is the title of the concept number 4. At the end of this concept, you have to be able to achieve these objectives, okay? Let's go. First, human and animal send and receive information with different communication system, okay? Human and animal send and receive information with different communication system. First, they use their senses. Okay. Why? To gather information about the environment. Okay. Number two, they use light and sound to send and receive information. Number three, they use sound, watching, movements, and display light to communicate. يبقى الهدف الأساسي من كل الدراسة اللي هنتكلم فيها في الكونسبت ده يا أولاد إن إحنا نوصل لإزاي الكائنات المختلفة وأكيد الإنسان واحد منها بيعملوا الكوميونيكيشن التواصل بتاعهم إزاي بيتواصلوا مع بعض. يلا بينا نعرف كمان إن speaking human use speaking writing and reading. Why human use speaking, writing, or reading also to communicate with each other. علشان نعرف نتواصل مع بعض كل الطرق اللي بنتكلم عنها دي الإنسان بيستخدمها للcommunication أو التواصل. الanimals use echolocation. يعني بعض الانيمالز بتستخدم طريقة الecolocation اللي هو تحديد مواضع الأشياء بالصدى. الطريقة دي يا أولاد برضو من الفايدة بتاعتها إن الكائنات تعمل الكوميونيكيشن التواصل to communicate with each other as dolphin and bat. طبعا إحنا عارفين الدولفينز لما خدنا في الكونسبتس اللي فاتت إن الدولفين بيستخدم الإيكولوكيشن علشان يحدد مواضع الفريسة بتاعته البراي وعلشان يتعرف على المكان اللي هو موجود فيه. كمان الباتس بتستخدم نفس الطريقة. يبقى الكونسبت ده لما هندرسه مع بعض مش هيكون منفصل تماما عن اللي احنا درسناه في الكونسبت اللي فاتت يا جونيور 4. يعني بديهي جدا ان ممكن يجي بعض المعلومات اللي محتاجينها هنفتكر بيها حاجات خدناها قبل كده ودرسناها قبل كده. تمام؟ فكل كونسبت مرتبط بالتاني. يعني ما ننساش اللي فات اكيد هيساعدنا المرة دي واحنا بنتكلم عن الكوميونيكيشن او التواصل ما بين الليفينج اورجانيزمز وبعضها. كمان الويلز يوز هيرينج سينس سونجز تونز. هنا بقى معلومة جديدة ان الويلز او الحيتان يا اولاد ممكن تستخدم السنس اوف هيرينج او حاسة السمع وكمان السونجز. ايوه السونجز ما تستغربش الاغاني والنغمات. ممكن الويلز او الحيتان انها تستخدم الغناء والنغمات علشان تتواصل مع بعضها. ايوه تخيل ان ده فعلا حاجة حقيقية بتحصل. هنعرفها اكتر لما نشوف الفيديوز بتاعتها ونعرف معلومات اكتر عن الويلز. برضو لو سألنا نفسنا ليه الويلز بتعمل الطريقة دي وبتعمل songs او بتصدر tunes معينة وبتقدر تستخدم الhearing برضو بهدف التواصل to communicate with each other. يعني كل جملة بنقولها to communicate عشان يتواصل. هو ده الهدف من الحوار او ان الكائنات بتستخدم الحواس بتاعتها المختلفة علشان تتواصل to communicate. طيب تعالوا نكمل برضو اكتر كلام ونشوف examples على الكائنات وازاي بيتواصلوا مع بعض. هنتكلم يا اولاد عن حاجة اسمها الفايرفلايز. الفايرفلايز or lightning bugs or glow beetles. كل الاسماء دي اسماء لكائن واحد.
الكائن ده يا ولاد بيسموه الخنفساء المضيئة، تمام، أو اللايتنينج باجز، وساعات بيقولوا عليه الفاير فلايز. اللي منكم بيتابع الكرتون بيشوف ساعات الصور بتاعت زي حشرة صغيرة بتطير وبتنور. طبعا الموضوع ده ما هوش خيال، دي حقيقة فعلا، في بيتل أو خنفسة كده يا ولاد مضيئة، الإضاءة بتاعتها دي ليها هدف مهم جدا، علشان هم ما بيعرفوش يتكلموا مع بعض زي الإنسان، فبيضطروا يستخدموا طريقة تانية للكوميونيكيشن، للتواصل. يعني احنا النهاردة في الكونسبت ده هنبدأ نستخدم طرق مختلفة، ازاي الكائنات ممكن تعمل كوميونيكيشن، ازاي بيتواصلوا بطرق مختلفة عن اللي show that of beetles occurs on mangroves in Thailand. يعني اللايت اللي بنشوفه في الخنفساء دي يا ولاد بيحصل في منطقة في تايلاند، زي ما انتوا شايفين في البيكتشر كده، الراجل ده ماسك في ايده حاجة مضيئة. طبعا اللي هيشوف هيعتقد في ايده لمبة او مصباح مضيء، لكن تخيل ان ده مش صح، ده حشرة أو خنفساء بيتل مضيئة، لأن دي حاجة ربنا خلقها فيها، زي ما انتوا شايفين في البيكتشر دي حقيقية على فكرة، فعلا هو ده الشكل الحقيقي للخنفساء المضيئة أو اللايتنينج باجز أو الجلوينج بيتل، أو ساعات بنقول عليها فاير فلايز، زي ما انتوا شايفين في البيكتشر. صورة أقرب أهي ليها، الصورة الأخيرة بتبين شكلها ازاي، والجزء الاخير من البطن بتاعتها مضيء زي ما شايفين. خلينا نقول السبب الحقيقي للموضوع ده يا ولاد، وهو الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل انسايد ذا بيتلز بودي، تفاعلات كيميائيه بتحصل جوه جسم البيتل كودينج ذيم تو لايت اب، وبتسبب ان جسمها بينور زي ما احنا شفنا كده في الصور اللي موجودة قدامنا. Glow beetles don't belong to fly insects. الخنفساء دي يا ولاد مش بتبقى تبع الحشرات الطائرة. But use their wings to release flashes to warn about presence of predators or to attract the opposite sex to make bodies flashing at regular periods. Again, glow beetles ما هي تبع الفلاينج انس، دي كائنات بتستخدم الجناح بتاعها علشان تعمل الفلاش، تعمل فلاش زي نور علشان تحذر الكائنات الصديقة بتاعتها أو أخواتها الأصدقاء من الخنافس نفس النوع بتاعها، بتحذرهم من أي بريديتور، من أي كائن مفترس جاي يقرب منهم، تمام؟ كمان علشان attract opposite sex to make buddies، علشان تجذب النوع الآخر، علشان تخلي أجسامها تعمل flashing أو إضاءة بشكل regular أو بشكل منتظم، وهو ده اللي بيوصل الرسائل، زي ما يكونوا بيعملوا كده إيه بعض، وكل نور له معنى معين، وهم فاهمين الأنوار دي وعارفين معناها وبيتواصلوا بيها مع بعض. الفلاشينج باترنز ار مسجز، يعني الأصوات أو الإضاءات، سوري، الإضاءات المنتظمة بنسميها باترن عشان هي مرتبة ولها نظام معين، تعتبر كأنها messages، رسائل. If there are two groups of them, they will flash until they are arranged into one group. يعني لو كان البيتلز دي أو الفايرفلايز متقسمة في أشكال أو جروبات منفصلة عن بعض، بيبدأوا يا ولاد إنهم يعملوا إيه؟ بيبدأوا إنهم يعملوا أصوات، سوري، يعملوا الإضاءة اللي إحنا بنقول عليها دي علشان يقدروا يتواصلوا مع بعض، عشان يقدروا إيه؟ يتواصلوا مع بعض، ومن هنا بيبدأ يتجمع المجموعة أو السرب أو الجروب بتاعهم في مجموعة واحدة، ويبدأوا يبقوا one group مش two groups.
طبعا كل ده كلام بسيط جدا وكلنا نقدر نتخيله واحنا بنعرفه دلوقتي مع بعض. اظن الساينس من المواد الشيقه جدا اللي بتعرفنا معلومات جميله عن الحياه حوالينا. مش مطلوب ابدا ان احنا نقلق من اي معلومه بندرسها، بالعكس كل دي معلومات بتزود الذكاء بتاعك وبتخليك عندك معلومات اكتر واكتر عن الحياه. كمان يا أولاد لازم نعرف It's clear that nature interacted by imitation of technology just as man interacted with nature in many ways that we saw and didn't see. لازم يكون في تداخل ما بين الطبيعة وما بين التكنولوجي، يعني احنا نقدر نستخدم التكنولوجي علشان تساعدنا في اكتشاف الطبيعة أو التعرف على الطبيعة المحيطة بنا. Some research used a light show to affect the beetles to imitate them and succeeded in that. بدأ بعض الأبحاث يا أولاد تستخدم ضوء معين علشان يحاولوا إنهم يتواصلوا مع البيتلز دي، يتواصلوا مع الخنافس بالإضاءة معينة ويقدروا يفهموا الرسائل معناها إيه، يقدروا يعرفوا اللغة بتاعة الفاير فلايز اللي احنا بنتكلم عنها، وبالفعل هم نجحوا في ده. Artificial lights are disrupting firefly mating, putting them on the road to extinction. اكتشف العلماء يا ولاد طريقة يقدروا بيها انهم يتواصلوا او يفهموا طرق التواصل اللي حاصلة ما بين الفاير فلايز وكمان الطرق اللي بيتكلم فيها الحشرات مع بعض علشان التزاوج او فور ميتنج زي الخنفساء الميل او الخنفساء اللي من النوع الميل لما تنادي على النوع الثاني اللي هو الفيميل علشان فور ميتنج علشان التزاوج علشان يعملوا البيض او يكونوا البيض بتاعهم ويكونوا حشرات جديدة. قدر العلماء انهم يعملوا انوار معينة تساعدهم انهم يتواصلوا مع الفاير فلايز وده كان مساعد كبير علشان يقدروا يفهموا اللغة بتاعتهم. طبعا لو شفنا فيديو صغير يوضح لنا يا ولاد الموضوع ده، وعلشان نبقى عارفين ان الفاير فلايز دي معرضة للانقراض لان اي حد بيشوفها بيعجب جدا بشكلها، ممكن تلاقي ناس كتير بتضايقها وناس بتموتها واولاد صغيرين بيعتبروها كلعبة، بس طبعا ده بيخلي لانها طبعا مضيئة او فيها لايت فبتبقى واضحة للعين بتاعت اي حد يشوفها، فده بيخلي ناس كتير ممكن تأذيها زي ما انتم شايفين الكيميكال رياكشنز تحصل جوه أجسامها علشان تساعد في التواصل اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على الدولفينز اللي بتستخدم الايكولوكيشن، لكن هنا البيتلز او الفاير فلايز بتستخدم الايه عشان الكوميونيكيشن. تمام، بتستخدم اللايت او اللايتنينج الاضاءة علشان تعمل الكوميونيكيشن او التواصل بتاعها by this lights بالأضواء بتاعتها أو الفلاشز الإنارة زي ما انتم شايفين كده في الصورة. دي تصوير حقيقي فعلا للجروبين مختلفين عن بعض، فضلوا يعملوا نور يحاولوا كأنهم بينادوا على بعض يلا بينا نتجمع علشان يبدأوا يبقوا سرب واحد أو جروب واحد. شايفين شكلها زي بالظبط الفلاش بتاع الليد زي اللمبات اللي بتعمل فلاش معين. شايفين هو ده شكل اللايت اللي بتعمله الفاير فلايز. طبعا العلماء عملوا اضاءة شبهه عشان يعرفوا يتكلموا معاها او يتواصلوا معاها. طبعا هي مسكينة ما بتفهمش كويس فبتشوف النور بتعتقد كأن في حد تاني او صديق ليها موجود فبتبدأ تروح عليه. دي الطريقة اللي عملها العلماء علشان يقدروا يجذبوا الحشرات دي. طيب there are many ways to communicate and sending messages. في طرق كتير للتواصل وإرسال الرسائل زي الإنسان human. Human use alphabet and written language to communicate.
الإنسان استخدم الحروف الأبجدية وكمان اللغات المكتوبة علشان يقدر يتواصل مع أخوه الإنسان. أكيد لو عايز أكلم حد ببعت له رسالة أو بكتب له رسالة على الموبايل بتاعي، يبقى الكتابة دي بيشوفها بعينيه بيفهم أنا عايز أقول إيه. طبعا ده بخلاف لو انا بعت له رساله صوتيه، ده موضوع تاني، لكن انا بتكلم على طرق التواصل الاهم. ايه هي طرق التواصل المهمه؟ زي ما انت دلوقتي بتمسك الكتاب بتاعك وتبدا تذاكر منه، الكلام بيبقى مكتوب داخل البوك او الكتاب اللي انت بتذاكر منه. كمان use speaking writing and reading to communicate with each other، يعني ممكن نستخدم الكلام يا ولاد، التحاور speaking، وممكن نستخدم writing الكتابة، ممكن نستخدم reading القراءة علشان نتواصل مع بعض. Human are different from animals by their ability to communicate through languages and speech. الإنسان متقدم جدا على الحيوانات في إنه بيقدر يتواصل خلال اللغات المختلفة. خلينا نشوف كده شوية examples على languages أو history of invention of language around the world، حوالين العالم كان في لغات كتيرة جدا مكتشفة بيتواصل بيها الإنسان، زي الـ ancient Egyptians المصريين القدماء اللي كانوا بيستخدموا الهيروغليفيك لانجويج أو اللغة الهيروغليفية اللي كانت بتتكون من 700 سيمبل from 3000 BCE، يعني من 3000 سنة قبل الميلاد. تخيلوا الإنسان القديم المصري اللي هم الإيجيبشن أو الـ ancient Egyptians يعني المصريين القدماء كانوا بيستخدموا الـ hieroglyphic language علشان يتواصلوا مع بعض. كمان عندي ناس تانيين أو بشر تانيين في حضارة قديمة في العراق، إيراق، كانوا بيستخدموا برضو هم كمان languages معينة، تمام؟ وcreated a writing system اللي هم مين؟ اللي هم البابليونز أو البابليون، البابليونز دول كانوا بيستخدموا يا ولاد لانجويج معينة، تمام؟ اسمها اليونيفورم علشان يتواصلوا مع بعض، أو اليونيفورم دروينج، رسم كده معين أو رسومات معينة كانوا بيقدروا إنهم من خلالها يتواصلوا بإنهم بيرسموا رسومات بتعبر عن أشياء معينة ومن خلالها بيقدروا يفهموا بعض. خلينا نقول كمان السنترال أمريكا أو في أمريكا الانشنت مايانز أو الأمريكان المايان القدماء created hieroglyph of 800 signs، اخترعوا أو اكتشفوا لغة معينة بتتكون من 800 signs أو 800 علامة أو 800 إشارة. طبعا زي ما انتم شايفين في البيكتشر اللي قدامنا يا ولاد، الصورة هي بتوضح الرسومات اللي القوم اللي اسمهم مايانز دول قدروا من خلالها يتواصلوا مع بعض، تمام؟ خلينا نقول كمان كل اللي احنا بنقوله ده ما تستصعبوش حاجة، احنا بنحاول بس نشوف زي كده ايه، مرور كده سريع على معلومات، وياريت انتوا كمان تبحثوا اكتر واكتر وتتعرفوا على اللانجوجز اللغات القديمة كان مين بيتكلم بيها وكان اسمائها ايه، وانتوا كمان ممكن تعرفوا حاجات مش موجودة في الكتاب. زي ما اتفقنا المنهج بتاعنا الجديد بيعتمد على ازاي بدور على معلومات اكتر واكتر علشان اقدر ان انا افهم وتعلم وأوسع المدارك بتاعتي والتفكير بتاعي يبقى أحسن، وما نقلقش نهائيا من موضوع الامتحان أو فكرة إن أنا بتعلم علشان أمتحن وأجيب درجة عالية، دي حاجة مهمة، بس الأهم منها إني أكون بعرف معلومات أكتر وأكتر. وكل الأحوال ما تقلقوش، كلنا إن شاء الله هنجيب درجات حلوة وكلنا هننجح وهنبقى شطار يا جونيور فور، بس الهدف الأساسي إني أكون اتعلمت حاجة تفيدني في حياتي. طيب الـ paper in old ages زمان قديما كانوا بيستخدموا أوراق مختلفة،
Daniel Human with a Chinese created a paper from bulberry and bamboo plant. يعني كانوا بيستخدموا ورق مصنوع من المالبيري ومصنوع من البامبو. Human أو الانشنت، طبعا احنا نتكلم هنا عن الإنسان الصيني أو الصينيين. طب الإنسان أو الانشنت إيجيبشن، الانشنت إيجيبشن created a paper from papyrus plant أو من نبات البابيرس اللي هو نبات البردي بنسمعوا عنه. أحاول أحدد دلوقتي اللي مننا بيروح رحلات في الأهرامات بتشوفوا ال بابيرس بيبر أو ورق البردي ده بيتباع يا أولاد للسائحين، ولينا كمان ممكن نشتري منه نفس الورق اللي كان القدماء المصريين بيستخدموه زمان. At the beginning of 15th century BC, many cultures improved the writing system using letters. After that, letters were developed into the alphabets. يعني في بداية القرن الخمستاشر بعد الميلاد بدأ الثقافات يا ولاد تطور الكتابة أو تطور نظام الكتابة بتاعتها وتخليها في شكل letters أو حروف، وتطورت بعد كده لل الفابتس او الحروف الهجائيه اللي احنا كلنا عارفينها، الحروف اللاترز بتاعتنا العاديه. The importance of written language، اهميه الرسائل المكتوبه. Importance of written language، اهميه الكتابه عموما. Written language facilitates communication between people these days and helps to understand the past and share ideas with future generations. كتابة الكلام الكلمات أو نحن نكتب شيء معين يا أولاد من الحاجات المهمة جدا. يعني لو ما كانش القدماء المصريين كتبوا لنا الكتابات الفرعونية بتاعتهم على ورق البردي ما كناش أبدا عرفنا يعني إيه هيروغليفيك لانجويج أو يعني إيه لغة هيروغليفية، ما كناش درسناها وتعرفنا عليها. تمام، ومن خلال معرفتنا باللانجوج دي على فكرة عرفنا أسرار كتير للفراعنة، فهمنا حاجات كتير عن الملوك الفراعنة القدماء والملوك اللي كانوا أو الأسر المختلفة اللي كانت في مصر قديما. يبقى فكرة إن الشخص أو الإنسان يكتب الحضارة بتاعته أو إنه يكتب شيء دي مهمة جدا علشان الإنسان اللي موجود نتواصل مع بعض نفهم بعض، وعلشان كمان للأجيال اللي جاية في الفيوتشر في المستقبل تقدر إنها تعرف الحضارة اللي قبلها كانت عاملة إزاي. كمان يا ولاد animals don't speak like humans، الحيوانات ما تعرفش تتكلم زي الإنسان. But they communicate with each other using their own systems، ولكنهم بيتواصلوا مع بعض بالطرق الخاصة بتاعتهم. And use their senses to send and receive information، وبتستخدم السنسز بتاعتها أو الحواس بتاعتها علشان ترسل وتستقبل المعلومات. ده اللي احنا قلنا عليه من الأول، إن ربنا مش مدي للحيوانات والحشرات القدرة العظيمة جدا اللي عند الإنسان إنه يقدر يتعرف على كل حاجة حواليه ويتواصل. أظن ما فيش حد فينا شاف مثلا اتنين من الكائنات بيتكلموا مع بعض، محدش فينا شاف قطة بتكتب جواب تبعته لقطة تاني مثلا أو لقطة تانية. أظن ما فيش الكلام ده، يعني أكيد دي حاجة نكتة أكيد ده في الكرتون بس، لكن في الحقيقة يا أولاد الحيوانات أو الكائنات اللي مش عاقلة زي الإنسان مش بيعرفوا يتواصلوا بطريقة سهلة أو باللغة والكلام زي الإنسان. فخلينا برضو نقول إكزامبل تاني على حيوانات بتتواصل بطريقة مبدعة جدا. الويلز أو الحيتان اللي قلنا في الأول إنها بتتواصل عن طريق السونجز أو الأغاني. Song of whales، أغاني الويلز أو الحيتان.
Dolphins and whales use sound energy to communicate with each other. يعني الدولفينز وكمان الحيتان الويلز بيستخدموا الأصوات علشان يتواصلوا مع بعض. لكن الفايرفلايز use light energy. الفايرفلايز اللي هم الخنفساء المضيئة تستخدم الطاقة الضوئية light energy to communicate with each other عشان يتواصلوا مع بعض. لكن الهيومنز use language to communicate with each other. الإنسان بيستخدم اللغة علشان يتواصل مع أخوه الإنسان التاني. يبقى إحنا قدامنا دلوقتي الويز المختلفة for communication ما بين living organisms وبعضها. تعالوا نتكلم أكثر عن نوع من أنواع الحيتان اسمه humpback whale. تمام؟ أو يعني فيما معناه الحوت الأحدب humpback whale. طيب الهامباك ويل ده يا ولاد uses hearing sense as they sing underwater. يعني بيغني تحت المية. A wide range of tunes and songs series. يعني بيبدأ يا ولاد يتواصل مع الحيتان الأخرى عن طريق إيه؟ عن طريق songs أو الأغاني. إنه بيعمل singing أو غناء. تمام؟ ليه بيعمل كده؟ To communicate with each other. ما احنا عرفنا خلاص دي طريقة بيستخدمها الهامباك ويل للتواصل. كمان they use during the winter months خلال أشهر الشتاء بيستخدموا أو بيغنوا خلال أشهر الشتاء which is mating season اللي هو موسم التزاوج and during summer months and for feeding. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الغناء بتاع الحيتان مستمر صيف شتاء، ولكن الشتاء بيبقى بغرض التزاوج، بغرض الميتنج. ولكن يعني الحوت الميل او الولد بينادي على زوجته الفيميل في فصل الشتاء او في الوينتر. لكن لو اتكلمنا عن السمر، السمر ما بيتواصلش مع أخوه النوع التاني من الحيتان غير علشان الطعام. أظن هيكلموا بعض ليه مفيش تزاوج، فهينادوا على بعض علشان لما يلاقي حد يلاقي طعام ينادي على الحوت التاني عشان يجي يشارك معاه الوجبة الغذائية اللي هو لقاها. طيب إيه الفرق ما بين الصيف والشتاء في الويلز؟ هنقول إن الهامباك ويلز الـ sound is described as يا إما high pitched sound أو low pitched sound. تعالوا نفهم مع بعض إيه معنى الكلام ده. يعني إيه الصوت بتاعه بيبقى high pitched و low pitched؟ إيه المعنى الكلمة؟ كلمة pitch يعني درجة، درجة الصوت. طبعا كلنا لما بنيجي نتكلم في التليفون بنقدر نميز صوت ماما من صوت بابا، لأن صوت ماما بيكون رفيع شوية أو صوت البنات عموما، لكن صوت الرجال أو صوت بابا بيبقى صوت خشن. كلمة صوت ناعم أو صوت رفيع، تمام، زي بالظبط صوت ماما كده أو صوت البنات في الدنيا كلها بيكون هاي بيتشد، عالي في الرفع بتاعه في الحدية، درجة الصوت بتاعته بتبقى عالية مسرسعة. يعني مش عايزة أقول لكم كلمة يعني إيه، يعني الإنسان أو البنوتة ممكن تصرخ، بتعرف تصرخ، بتعرف ترفع صوتها، لكن الولاد بيبقى صعب لأن بيبقى صوتهم خشن شوية، بالذات لما بيكبروا في سن كبير بيبقى صوتهم تخين. أظن صعب إنهم يعرفوا يصرخوا وما تسمعوش صوت الصوت ده غير من السيدات أو البنات. تمام؟ ليه؟ لأن صوتهم رفيع. أو نفس الكلام لو سمعنا صوت الويل أو الهامباك ويل في فصل الشتاء هتحسوا كأنه صوته زي صوت الومن، زي صوت السيدات، بيبقى صوت سوفت أو رفيع ناعم كده، وهاي بيتشد يعني مسرسع. مش عارفة أقولها لكم إزاي، مش لاقية غير الكلمة دي. تمام؟ ها فهمتوني أكيد. لكن في الفصل بتاع الصيف بيكون low pitched sound أو صوت رف،
occasion زي صوت المان بالظبط، زي صوت الرجال، زي صوت بابا، زي صوت اي راجل بنتكلم معاه، زي صوت المستر. تمام. يبقى في الشتاء ال humpback whale بيكون صوته high pitched و soft، عالي في الدرجة ورفيع soft. تمام. لكن في الصيف او السامر بيكون low pitched sound وكمان rough. خلينا نكمل مقارنة ما بين الصوت بتاع ال humpback whale في الشتاء وفي الصيف. هنقول ان الصوت بتاع ال humpback whale بيبقى in winter months عامل ازاي وفي summer months عامل ازاي. يلا نشوف. اولا in winter the songs of humpback whales have high pitched sounds. بيبقى في الصيف عنده في الشتاء سوري في ال winter بيبقى high pitched او عالي في الدرجة بتاعته، وكمان high pitched sounds travel better through cold water لان الصوت الرفيع ده بيعدي وبيمشي احسن في المية الباردة او cold water. طب in summer في الصيف؟ لا، في الصيف بتبدأ songs او الاغاني بتاعت humpback whales اللي بيصدرها have low pitched sounds او اصوات واطية في التردد بتاعها، سوري واطية في البيتش، واطية في او قليلة في البيتش بتاعها الدرجة بتاعتها، و الساوند بتكون زي ما بنقول rough او low pitched، والسبب في كده ان هي بتمشي في مية warm. يبقى السبب يا ولاد في الاخر بيرجع لدرجة حرارة المية، ان في الوينتر بتكون cold وفي السامر بتكون warm. تمام. في الوينتر high pitch، في السامر low pitch، في الوينتر بيبقى soft رفيع، في الوينتر ايوه، لكن في السامر بيكون rough خشن. يلا بينا بقى نركز في الفيديو، يعني اتمنى ان كان الفيديو ده يبقى فيه صوت، بس للأسف أعتقد مش هتقدروا تسمعوا الصوت بوضوح. تمام. طبعا ده شكل الويلز وهي بتصدر two types of sound. أول نوع بيكون high pitch أو عالي في البيتش بتاعه، التردد بتاعه بيبقى عالي like sound of women زي صوت السيدات. تمام. شايفين؟ طب بصوا بقى كده في الميل بيكون الصوت بتاعه رف او خشن، يعني low pitched قليل في البيتش بتاعه، يعني رف خشن. بيحاول يفكرني او يعرفني فرق ما بين صوت الميل والفيميل، صوت المان والومن. طبعا humpback whale الكوميونيكيشن اندر ووتر بيكون التونز بتاعته بتكون في الوينتر هاي بيتش وسوفت. لو انتوا كنتوا سامعين الفيديو، بس انا اسفه ان الفيديو الصوت بتاعه فيه مشكله، لكن في الوينتر بيكون سوفت. لو وقت الميتنج وقت تزاوج الحيتان نادي على زوجته بصوت هاي بيتش، يعني صوت soft صوت رفيع، لكن في السامر بيبقى ايه؟ بيبقى low pitch يعني قليل في الدرجة بتاعته، يعني بيكون خشن او rough. تمام. وبيكون بهدف الفيدنج او الطعم، الحصول على الطعم. يبقى من winter for meeting للتزاوج، summer for feeding للبحث على الطعم. تمام. طيب transferring information او نقل المعلومات، sense organs collect information then send it to the brain، يعني اعضاء الاحساس بتجمع المعلومات تبعتها للبرين through nerves خلال اعصاب for processing علشان تعالج الاصوات دي، يعني اعضاء الاحساس المختلفة تجمع المعلومات وتبعتها للبرين علشان يفسرها، بروسيسنج يعالج او يفسر او يفهم.
تمام، يبقى المخ هو الأساس، المخ هو اللي بياخد المعلومة ويفسرها زي ما انت شايفين في البيكتشر كده. كل الفايف سينسز أو الحواس الخمسة اللي بتوعنا بياخدوا الانفورميشنز من البيئة المحيطة بينا ويودوها على البرين على طول، علشان البرين يبدأ يفسر المعلومات ويبدأ يفهمها، تمام، يبدأ يفك الشفرة، يعني حاجة زي ما يكون بيفسر المعلومة دي. يعني لو أنا مثلا في حاجة شفتها أو سمعتها أو روايح معينة أقدر أتعرف عليها بالنوز، طالما المخ أو البرين ما فيهوش المعلومة اللي تعرفني اللي قدامي ده إيه، أنا مش هعرفه. زي البيبي الصغير اللي بيشوف حاجة لأول مرة مش عارف إيه هي، لما يتعود عليها ومامته تعلمه ده اسمه كذا وده اسمه كذا، بعد كده خلاص هو تلقائيا بيبقى اتعلم وفهم. نفس الكلام البرين بتاعنا بيكون المعلومات ويشكلها من واحنا اطفال لحد ما نكبر، بحيث انك لما توصل لسن معين خلاص العقل بتاعك بيبقى اكتمل وفهم تقريبا كل حاجه محيطه بيه، هتبقى عارف كل حاجه، مفيش حاجه ما انتش عارفها. طبعا الكلام ده يا اولاد ينطبق على عليكم انتوا كمان، كل حاجه بتتعلموها وبتدرسوها في المدرسه بتاعتكم هي مهمه علشان تخلي البرين بتاعنا يبقى عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه علشان يقدر يعيش ويتعامل في الحياه. الانشنت في الانشنت تايمز في الاوقات القديمه people used fire، الإنسان القديم كان بيستخدم النار أو الدخان smoke اللي طالع من النار دي علشان يعمل communication over long distances using the sense of sight، كان بيستخدم النار علشان يتواصل مع الإنسان في مكان تاني، زي بالظبط لو حد تايه في صحراء أو تايه في مكان في جزيرة مثلا، بنشوف في الأفلام بتاعتنا ساعات إن حد تايه بيبدأ يمسك إيه فاير او نار معينة وكأنه بيحركها عشان ينادي على حد يلحقه او ينقذه لو هو تايه، يبقى الفاير نعتبره طريقة للتواصل، مش كده ولا ايه؟ ايوه طبعا ممكن نستخدمه كطرق من طرق الكوميونيكيشن. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. سيلرز او البحارة used to see a mirrors to use a mirrors to bring helicopters to save them، يعني الإنسان كان بيستخدم الميرور أو المراية علشان يتواصل مع حد تاني علشان يجيب له الإنقاذ، لو إن مثلا شخص زي ما قلنا عايز يبعت إشارة لهليكوبتر أو طائرة يعني في الجو وهو واقع في مكان أو موجود في سفينة وتايه مش عارف يوصل، لو لقى طائرة أو هليكوبتر في الجو ممكن يجيب الميرور دي ويبدأ يسلطها عليها تقوم الشمس تضرب فيه تنعكس أو يحصلها ريفليكشن على الهليكوبتر دي، يقوم السائق بتاع الهليكوبتر يفهم أكيد في حد موجود في مكان تايه، يبدأ يبص ويشوفه في الحالة دي يساعده وينقذه. عرفتوا بقى إن ممكن الميرور والفاير وحاجات تانية كتير تكون طريقة للتواصل. برضو في حاجة مهمة بنشوفها في حياتنا different kinds of information that the eye receive، أنواع مختلفة المعلومات العين بتستقبلها. When someone waving at you from a distance you understand what he means، لما حد يعمل لك إشارة من بعيد تقدر تفهم هو عايز يقول لك إيه. When your eye sees a red traffic it sends a signal to stop، لو أنت واقف أو سائق في سيارة معينة تمام تبدأ تشوف الإشارة أو الترافيك الريد ترافيك أو الإشارة الحمراء بتاعة الفور، ومن خلال كده تعمل ستوبينج أو تتوقف تماما عن السير علشان الحالة دي كأن تنظيم للطريق عشان حد تاني يعدي. كل دي طرق للكوميونيكيشن للتواصل. البيبل يوزس ريسكيو فلير to communicate with each other، الإنسان أو الـ people الناس استخدموا كمان حاجة زي كده يا أولاد، حاجة معينة للإنقاذ علشان يتواصل مع بعض، يتواصلوا مع بعض زي مسدس كده أو زي fireworks أو الألعاب النارية كده، حاجة شبه كده يعني، بس بيصدر نور أو لون
احمر او دخان احمر، اللي بيشوفه من بعيد بيعرف ان في حد محتاج ضروري حد ينقذه. ممكن يكون موجود في الطائرات، في السفن، عشان لو حد غرق وقع في المية او حد تاه في اي وقت يقدر يتواصل، يقدر يبعت للانقاذ. Many hikers or travelers use mirrors for flashing to attract the attention of rescue helicopter and communicate with them. نفس الكلام اللي لسه قايلينه من شوية. كتير جدا من المسافرين بيستخدموا الميرور دي علشان يعمل فلاش، علشان يجذب انتباه الريسكيور او المنقذ اللي موجود في الهليكوبتر علشان يقدر ينقذه. اللايت هاوسز انكود انفورميشن ان فلاشز اوف لايت ذات تيل سيلرز وير ذي ار. يعني لو في حد بيبحر، تمام يا ولاد، في سفينه معينه، بيقدر ان هو يرشده لمكان الميناء او المكان اللي المفروض يرسى عليه، اللي هي البيوت اللايت هاوسز دي او البيوت بتاعت النور، علشان تجذب السفينه تعرف مكان اللي هتنزل فيه او المكان اللي السفينه هترسى فيه. خلينا يا جونيور 4 نكتفي بهذا القدر النهارده، الجزء اللي احنا اخدناه في الكونسبت نمبر 4 في يونت 1. كفايه قوي علينا كده. ان شاء الله المره الجايه نكمل البارت نمبر 2 الكونسبت بتاع الكوميونيكيشن اند انفورميشن. See you next time junior 4. Goodbye.